كان في لاعب اسمه ديفيد ادورو، ده انت عرضته على الاهلي والزمالك وبعد كده راح برشلونه. ده حقيقة، بجد ده والله؟ حقيقة، ده ده حقيقة جنسيته والله. ايه ده؟ ده جنسيته غاني. اللاعب ده انا ليا صديق بعتز بيه جدا، اسمه دكتور ربيع. ده في يعني برجع له في حياتي، انا معايا تيم سكاوتنج خاص بيا، بس انا برجع للدكتور في حاجات. فعرض عليا اللاعب ده. ده حد عايش في غانا يعني؟ لا لا لا، ده حد هنا في عايش في مصر؟ مصر، بس عينه كويسة جدا في ها. اللعيب. اتفرجت على اللاعب. بصراحة انا الطبيعي عشان احكم على باك ليفت بتفرج على 10 ماتشات ليه. اللاعب ده بعد 3 ماتش خطف عيني، يعني لاعب كويس جدا. فبدأت اتواصل مع اللاعب وتواصلت مع وكيله وعرفت طلباتهم واخدت تفويض لمصر وعرضته على 5 أندية كبار في مصر. ده هنا في برشلونة اهو، صح كده؟ ده ديفيد ادورو. ديفيد ادورو هو اصلا ده الماتش اللي ده لعب في برشلونة الرديف الماتش اللي فات، والماتش اللي بدأ والماتش اللي قبله نزل بديل. اي هما بيعدوه يعني للفريق الاول. بس انت اللي موديه برشلونة؟ لا لا، هو وكيله الاساسي. وكيله يوسف صديق ليا يعني. ده مصري ولا غاني؟ لا، غاني غاني. غاني، بس بتعاون معاه وهو بيتعاون معايا على اي طول يعني. وعرضته على مين في الاهلي والزمالك ورفضوه؟ لا انا عرضته على، يعني على هو الادارات هقول لحضرتك الحالية؟ حاجه، هقول لحضرتك حاجه، هو بس مش قصه اهلي وزمالك على فكره، في انديه تانية برضو انا عرضت عليهم وما وافقوش باللاعب. الانديه هنا ما بتعتمدش على السن ده يا كابتن ابراهيم، ايوه. فاهم وجهه نظري؟ السن ده يعتبر ايه، زي ما بيقولوا كده، انا قابلتها يعني مشكله قابلتها في كل الانديه، ان هو بيبقى ريسك شويه ان هو يلعب مع لاعب مواليد 2006. لا، هيقول صغير جدا، ايوه، بس فاهم مشكله، مش فما مشكله بيبقوش كده. مهتمين بالسن ده. مع ان الاستثمار الرياضي كله متجه ان انا اصلا اشتغل على السن ده ده. الراجل لاسع اوفر لا، دلوقتي لعيب يعني كويس عالمي. جدا، لعيب كويس جدا. طبعا باين اهو. انت اصل وحافظ مهام بص الباك الاوفر، ليفت. بص القوه وطالع، بص يعني السرعه بتاعته وارتفاعه عامل ازاي. وراح برشلونه يعني، ده رايح عند اهم واحده من اهم اكاديميات الناشئين في العالم يعني. وفي نفس الانتقال على فكرة هو بس هو ده الاستثمار الرياضي. وعشان اصلا اطور، هو المفروض اشارك لعيبة من دي واطلعها، واطلع لعيبة بره واجيب لعيبة تانية، اصعد لعيبة ناشئين تانية، اديهم الفرصة، وبيع. ده الاستثمار طب الرياضي كان عموما. رد يعني الردود مثلا للاهلي او الزمالك او الانديه المصريه الباقيه، ان هم شايفينه مش كويس، ولا هم مش، لا مش في اولوياتنا، احنا عايزين نجيب لعيب للفريق الاول على طول، لعيب ولا للفريق الاول جاهز عشان ضغط الجمهور. حضرتك عارف يعني ان يا ابراهيم دلوقتي لو الاهلي اتهزم 3 4 ماتشات ورا بعض لا قدر الله، الجمهور مش بيسكت. نفس اي القصه الزمالك. بس فهم بيبقوا هم يعني ايه، عاملين حساب لده، معروف اي يعني. اي